بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. يوم العرض والحساب بعدل وميزان القويم، كل نفس هتاخد أجرها وعلى قد ما كان في الدنيا عملها وقلبها السليم. وبتيجي لحظة الفصل ومشهد دعانا في كل صلاة، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. في كل صلاة وفريضة بنسأل ربنا عز وجل ونترجاه انه يهدينا الصراط المستقيم. ازاي هنعدي على الصراط ومين اول حد هيعدي عليه؟ تفاصيل مهمة هنقولها النهاردة ان شاء الله مع فضلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالازهر الشريف، وان شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. فضلة الشيخ سلام عليكم واهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا بسعادتك واهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. كلنا بنتخيل ونقعد نتصور مشهد يوم القيامة هيكون عامل ازاي، ونسمع كلام كتير ونسمع احاديث كتير، وكل حد في خياله يسرح ويشوف المشهد زي ما هو عايز يشوفه. الصراط المستقيم عبارة عن ايه؟ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يوم القيامة بإذن الله عليك يا مؤمن، يا موحد لله عز وجل، يا صابر على الامتحانات، يا مطيع لله قدر طاعته، بإذن الله سيكون يوما رائعا يا رب. سيكون يوما رائعا وانت خارج من القبر وتتلقاهم الملائكة، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. سيكون يوما رائعا لأن الراعي له الرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن. سيكون يوما رائعا عندما تأخذ كتابك بيمينك وأنت تصرخ من الفرح والسعادة، ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. سيكون يوما رائعا وأنت تجد نفسك مغمور بشفاعة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. سيكون يوما رائعا وأنت ترى النور يمشي بين يديك، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. سيكون يوما رائعا وأنت تسمع ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. سيكون يوما رائعا وأنت منطلق إلى الجنة فتنظر من ورائك فتجد أولادك عطاء من الله، هبة من الرحمن، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. سيكون يوما رائعا وأنت تمر على الصراط كالبرق الخاطف فتجد نفسك على باب الجنة وهي مفتوحة على مصراعيها، وتدخل الجنة تجد نفسك تعرف كل ملكك فيها، ويدخلهم الجنة تعرفها لهم كأني سافرت من بلدي إلى بلد آخر لمدة 100 عام، ورجعت في المطار خدت عربية قلت له عنوان بيت لأني عارفه مهما غبت عنه لن أنساه. فكذلك أنا عند دخول الجنة لأن أنا ابن الجنة، وسباني منها إبليس وأخرجني منها إبليس بالمعصية وأنا أحاول الرجوع إليها، فعندما أعود إنما أعود إلى وطني الأول، ميراثي وميراث أبي، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أنا رجعت الوطني، أنا رجعت البلدي، أنا رجعت البيت الأول. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. الجنة يا فندم، ما الحب إلا للحبيب الأول، وكم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. عارف أكتر حاجة بحبها إيه بقى؟ نعم. أنا عمالة أسمعك من ساعة ما بدأت، وعمالة أفكر من ساعة ما طلعنا مع بعض في البرنامج. نعم. حضرتك نورتني. الله ينور عليك. وكل كلامك عن الآخرة هو في الاتجاه الحلو اللي يخلي البني آدم مشتاق للحظات دي. عمرنا ما اتكلمنا ولا قلنا النار وهنتعذب وهنتشوي وهنتجلد ما فيش الكلام ده خالص، ولكن هي صورة جميلة وكأننا شايفين تابلو حلو كلنا نفسنا نبقى فيه. الله يكبر خاطري. ليه يا أستاذ لمياء؟ أولا لأنه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي علمنا ذلك. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله. وبعدين يقول إيه؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. ده بيقول لي ده الموت ممكن يبقى لذة، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشارب. الله الله الله، إيه الحلاوة دي؟ الناس مش ناقصة، الناس مستوية. فخلي أنا بقول لنفسي يعني خلي عندك رحمة بالناس، وأكتر حاجة تخلي الناس تنطلق للعمل فتح باب الأمل. صح. اعتبرها الله من المأثور. دي جميلة جدا. والله أكتر حاجة تخلي الناس تنطلق للعمل فتح باب الأمل. صحيح. افتحوا باب الأمل قدام الناس، افتحوا باب الأمل قدام المريض، ده أعظم من العلاج.
ولذلك طب يقول لا مين قال كده، ممكن يبقى الموضوع صعب جدا، انت هتبقى زي الفل وهتبقى كويس وهتقوم بالسلام. رفع الحاله المعنويه، افتحوا باب الامل قدام المريض، افتحوا باب الامل قدام الطالب اللي بيمتحن، افتحوا باب الامل قدام اللي عنده باب مغلق، افتحوا باب الامل قدام المهموم، افتحوا باب الامل قدام المغموم، افتحوا باب الامل قدام المنكوب والمكروب، افتحوا باب الامل قدام العاصي. لسنا آلهة يا فندم، مين قال لي معاليكي ان انا ضامن ان انا ادخل الجنه؟ ده سيدنا النبي، سيدنا النبي، سيدنا النبي ليس لي من الامر شيء وانا لا اعلم ما يفعل بي. سبحان الله، شوف رغم انه سيدنا النبي لكن يعلمنا منهج. انا مش ضامن نظام بقى ان تلاقي بعض الناس بيوزع صكوك الجنة وصكوك النار على الناس، دي أزمة. أنا مالي، لسنا آلهة، دي نقطة لازم الناس تتعلمها ولازم الناس تفهمها. طيب اوصف لنا بقى الصراط المستقيم. شوفي حضرتك، الصراط ده شيء حلو قوي 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 قوي، صعب جدا جدا، تمام؟ يا يبقى كده يا يبقى كده. يا فندم، تمام. أولا احنا عندنا نصوص انه احد من السيف وادق من الشعر، نص عند الحاكم في مستدركه، وعندنا نصوص اخرى انه ممكن يبقى عريض جدا جدا، وعندي نصوص انه ممكن اعدي عليه كالبرق الخاطف، ممكن اعدي عليه زي الفرس المسرع، ممكن اعدي عليه وانا بجري، انا مش بجري الفرس، ممكن اعدي عليه وانا ارمل. عارف كل واحد وحسب عمله بقى. الله يبارك في عمرك، احسنتي. مقياس السرعه مع العمل. طب نجي من الآخر، من هو فيه صراط مستقيم في الدنيا، فيه صراط مستقيم في الآخرة. إيه اللي في الدنيا بقى؟ احنا نمشي على طريق اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليه. الله ينور عليك. اللي هيمشي على الصراط في الدنيا هيمشي على الصراط فين؟ في الآخرة. اللي رجله سبت على الصراط في الدنيا رجله هتبقى سبت على الصراط في الآخرة. معايا حضرتك؟ معاك طبعا. بمقدار المتمسك بالصراط في الدنيا بمقدار تمسكه بالصراط فين؟ في الآخرة. طيب والكلاليب، عارف حضرتك الصراط في الآخرة عليه خطاطيف، عارف الخطاف اللي هو الحديدة اللي واخدة دايرة كده عشان ولادنا الصغيرين ممكن ميبقاش واخدين بالهم منها، الخطاف ده حديدة في آخرها نص دايرة لها سن كده تخطف، يعني ممكن تشد الواحد من هدومه، تمام؟ ففي خطاطيف كتيرة جدا جدا، واحنا ماشيين على الصراط ممكن ما تلمسنيش خالص، ممكن عدي هي ما شافتنيش أصلا، ممكن عدي مسرع ما لمستنيش، ممكن عدي مسرع ما لمسني، في حد تاني لمسته بس ما وقعش، عورته ما وقعش، تمام؟ وعمال يقول سلم سلم، ربي اتمم لنا نورنا، رب عدى واخد له خدش واخد له تعويره، وفي بقى اللي تيجي جايباه من هدومه. يا ساتر يا طب رب. هي بتكتر على ناس وتقل على ناس بالعمل برضو. الله يكبر خاطرك، انت فاتح عليك ربنا النهارده. بحاول. بص حضرتك، احنا الدنيا فيها شهوات وشبهات، ما فيش كلمتين تانيين. شبهات العفن اللي في دماغ بعض الناس، زي الملحد ده عفن وعلف فكري، في ناس كده قائمة حياتهم على العلف الفكري، لا يفكر إلا في الطعام والشراب والنساء. في شبهات مرتبطة بالعقل، وفي شهوات مرتبطة بالجسم. إذا كثرت الشبهات والشهوات الحرام في الدنيا كثرت الكلاليب في الآخرة، وإذا قلت في الدنيا قلت الكلاليب في الآخرة، إذا قويت هنا قويت هناك، ضعفت هنا ضعفت هناك. يعني كل شيء مرتبط دنيا وآخرة. أيوة كده، ما هو فيش فيه هنا صراط. أيوة. هو اللي يوصلك للصراط. تمام. طيب ناخد التليفون ونكلم أستاذ حامد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا دكتورة؟ الحمد لله بخير. والله أنا بقالي سنين عاوز أكلمكم مش عارف أوصل لكم. نورتنا. الله يكرمك. ممكن أكلم الشيخ رمضان؟ اتفضل مع حضرتك. أهلا يا أستاذ حامد. إزيك يا شيخنا؟ يا ألف مرحب بيك. معاك حامد عبد الرازق راغب حبيبه من من كومة بركه مركز كفر الدوار محافظه البحيره. احسن ناس على راسنا. الله يكرمك. والله انا بقالي سنه عاوز اواصل معاكم مش عارف خالص. ده احنا تشرفنا بيك النهارده. الله يكرمك. انا من دول العيادات الخاصه يعني. شفاك الله وعافاك. الصحه يا رب. انت ممن يحبك الله. الله يكرمك. ممكن اتكلم عن الميراث؟ اتفضل. انا دلوقتي والدي متوفي من 15 سنه، وكان ابويا كاتب لنا كل واحد عقد ارض كل واحد بما يخصه، احنا ثلاثه بنات، ثلاثه صبيان وثلاثه بنات. في واحد من اخواتي خفى الورق دي خالص بعد وفاة ابويا، فمن جه من 5 سنين بس اشترى من حج بيت، اشترى حج واحد. اشترى ايه؟ اشترى حج ميراث واحدة من اخوات. حق ميراث واحدة من اخواتك. اتفضل. فلما وفي بنت تانية بقى قالوا لها حج مع حامد اللي انا بكلمكم ده. فلما قلت لهم ما حدش انا ماضي على ورد من 20 سنة عاوز نعرف الورد دي فين، فلما اتدخلت ناس كبيرة من البلد يعني وبتاع
فجابوا لي الورقه اللي هي تبعي مع اخويا اللي كان واخد. فجريت الورقه يا شيخ لقيت البنت اللي اشترى لنا من 5 سنين 7000 في الحج حاجه قال صحيح واكتب بالله العظيم لقيتها ايه لقيت الورقه فيها ايه لقيت اللي هو اشترى منها من 5 سنين لقيتها 7000 مكتوبه مع حاجها معايا قال البنت اللي والبنت اللي هي عاوزه تبيع حاليا تبع هو تبع اللي كان سارق الورق. فحكم الدين دي انا عاوز نعرف بالله عليكم لان احنا قاعدين قاعده دلوقتي وعاوزين نعرفوا راسنا من رجلين. يا استاذ حامد هي الورقه اللي كاتبها والدك دي كانت ورقه شرعيه كل واحد خد حقه دون زياده ولا نقصان؟ كل البنت 3 جراريط والصبي 6 جراريط. طيب المشكله فين بقى دلوقتي؟ المشكله اللي هو لاخويا اللي هو اللي كان واخد الورق واشترى حق البيت اللي هي مش تبعه وهو عارف مين اللي مع مين. فهمت يعني البيت اشترى البيت من 5 سنين يا شيخ اشترى. حلو جدا البيت. انا فاهم انتوا 3 صبيان وثلاث بنات كل بنت مع صبي. الله يفتح عليك. فهمت اتفضل. اشترى حق البيت من 5 اللي هي المفروض معاك انت. ايوه اللي هي معايا اشترى حقها من 30000. حضرتك عايز ايه دلوقتي؟ انا عايز البيت هو اشترى 3 جراريط ب 30000 فانا بقول له خد ال 30000 اللي انت دفعتهم للبيت واديني اللي هي تبعك. طيب دلوقتي الثلاث قراريط يساووا كام دلوقتي؟ لا الثلاث جراريط دلوقتي يعدوا ال 150000. فهمت. هي دول شاريهم من 5 سنين. اخويا بقى اللي هو سارق الورق ده اشترى البنت اللي هي تابعه قال. فهمت. طب والبنت اللي تابعه؟ البنت اللي تابعه هو رامينها عليا دلوقتي بقول لها حجت مع حامي فهي حجها مش معايا يا شيخ. فهمت. وهي فتحاني اني وبتقول لي حامد بس موقف حالي وانا بقول لها يا بنتي حجك مش معايا. طبعا انت عارف انا طب انت حاطط ايدك على كام ايراد يا حاج حامد؟ نعم انت حاطط ايدك على كام ايراد؟ انا دلوقتي انا بالي 3 جراريط وورايا 3 جراريط 6 جراريط ليا هم دول حقك بس حقي يا بس والبنت ورايا اللي هو اشترى منها ورايا على طول. فهمت يا فندم تمام. طيب يعني يا استاذ حيام هو ده النظام بيتعمل عندنا في الريف وفي الصعيد. الاب لما يبقى عايز يريح ولاده هو عنده 3 ولاد و3 بنات فجا مقسمها بشرع ربنا الذاكر مصلحة حظ الانثيين الراجل له 6 قراريط والبنت لها 3 قراريط وجا كاتب عقد بده وكتب ورقه بده والكل مضى عليها وجعل كل بنت مع اخ من اخواته فسين دي مع فلان صاد مع فلان عين مع فلان فالاراضي جنب بعضها يعني انا معايا اخت من اخواتي انا معايا 6 و3 قراريط بتوعها يبقى انا معايا كام 9 قراريط في مكان واحد و9 قراريط في حته تانية الولد ذكر مع بنت فيبدو ان اخ من اخواته تعدى على حقه هو وجا مشتري حق ونصيب الاخت اللي مع الحاج حامد. ايوه هو كان ينبغي انه قبل ما يعمل كده يستأذن من الحاج حامد واخته اللي معاه تستأذن منه ده حق ربنا وحق شرعي. ايوه اسمه حق الشفعه. ده اسمه حق ايه الشفعه. يعني ايه حق الشفعه؟ انا عندي ارض وجنبي الجار عنده ارض الجار عايز يبيع الشرع يقول له ايه؟ يقول اعرض الاول على اللي قريب منه. الله ينور عليك. يجي جايين يا شيخ رمضان ايوه يا سيدي يقول انا عارض الارض للبيع تحب تشتريها انت اولى وبسعر السوق. مش معنى حق الشفعه ان انا اقلله حقه لا خالص. الايراد ب10 انا هاخده برضه ب10 ممكن هو يقول لي لا ده انت جاري انا هسيب لك 5 هسيب لك 2 هسيب لك 1 هسيب ايا كان الموضوع لكن ده اسمه حق الشفعه. احنا محتاجين ده. احنا قاعدين شقتين جنب بعض فالشقه اللي جاري هتبيع فيجي مخبط علي شيخ رمضان انا هبيع الشقه اللي جنبك لازماك؟ اقول له لازماني يقول لي سعر السوق كذا اقول له انا شاريها خلاص انا اولى بيها اقول له لا مش لازماني بيعها يبيعها لاي حد. فهو الصح ان اخوه اللي اشترى من الاخت يرجع لازم يعملوا قعده مع بعض لان الموضوع عدى عليه بيقولوا قاعدين دلوقتي زمن طويل مستنيين راي حضرتك. الراي انه الاخت اللي مع الحاج حامد هو الحاج حامد اولى بها بحق الشفعه. اعرفوا كده يا جماعه في الدين حاجه اسمها حق الشفعه. ده رعايه للجيران ورعايه للناس اللي اقارب. ده تخيلي حضرتك لو جاري ولا اعرفه ليا حق الشفعه عليه فما بالك بقى لما يبقى جاري واخويا ده انا ليا حق الشفعه وحق الرحم. لابد من مجلس يبقى عارف الموضوع كله ينعقد ويتحل المشكله بما يرضي الله عز وجل.
طيب فضلت الشيخ نكمل وصف الصراط. فالصراط جسر يضرب تحته جهنم بعد بقى المحكمة وبعد الصحف وبعد طيب من يجوز عليه؟ من اللي هيمر؟ هل يمر عليه المشركون؟ لا، المشركون بعيد عنه عنك في جهنم. ده بعد الحساب. أيوة فندم. أمال اللي هيعدي عليه مين؟ المؤمنون والمنافقون. وخلي بالك من المشهد ده، الدنيا هتبقى ضلمة خالص، ضلمة جدا في الوقت ده. فالمؤمن ربنا يديله نور على قد إيمانه فينور. في ناس تبقى نورها قد الجبل، وناس نورها قد النخلة، وناس نورها كشاف ضخم جدا، عارفة كشافات الاستاد، وفي ناس نورها مثل الإبهام صغير. وإحنا ماشيين في النور. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ربنا يجسم لي نور ماشي قدامي، لمبة ماشي قدامي، ونور في إيدي زي الكشاف الضخم وعمال معد، وحضرتك جنبي والمؤمنين حوالينا نور في نور. فجأة نلاقي حد بينادي علينا من ورا بيقولوا استنوا الدين نور من نوركم، فاحنا نقول له ارجع ورا، اللي بيوزع النور ورا، فهم يرجعوا يطلبوا منه نور، فربنا يجعل عامل بيننا وبينهم سور، احنا نعدي هم ينادوا علينا، مش احنا كنا معاكم؟ احنا في ظلمة وانتوا في نور ليه؟ مش كنا بنصلي معاكم؟ فنقول لهم انتوا عندكم مشكلة في 5 كلمات، اوعى تكون في كلمة منهم. يلا نقول المشهد ده من القرآن. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، استنوا ناخد منكم نور، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم عد معايا 5 فتنتم أنفسكم. وده عنده مشكلة على الصراط، أي واحد من 5 يبقى عنده مشكلة على الصراط إلا أن يتوب. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فدول المنافقين. يا ساتر يا رب. بعد عنه عنه. فجأة لقى 2 واقفين على جنبتي الصراط، اللي هيبقى فيه صفة منهم هينجيه ربنا. الأمانة على يمين الصراط، الأمانة واقف، أي حد أمين تاخد بإيده لما تعديه وتدخله الجنة. أمين على الكلمة، أمين على العرض. أبسط الحاجات بقى. الله ينور عليك. أمين على المشورة، أمين على الأذان، أمين على جوارحي، أمين على التغسيل، أمين على كل شيء، لأن الأمانة مصطلح ضخم جدا. امين في البيع والشراء، بتبيع عربيه قول الغلط اللي فيها قبل الصح. اوعى تستنصح، انت بتعامل ربنا، ممكن تكسب وتضحك على اللي اشتراها وتفلت منه، والله ما هتفلت من ربنا، والله ربنا ما هيبارك طبعاً في الفلوس طبعاً وهيضيع. انما تعالى العربيه دي فيها كذا ورشه كذا وعامله كذا، لازمك؟ لازماني بس بكذا، عجبك اهلا وسهلا، مش عجبك بلاش. طب لازماني يبقى على بينه من امره، تعالى الغلطة دي كذا والغلطة دي كذا، لازمك؟ لازماني، يبقى على بينة من الأمر. أمانة أعظم ما نتعامل به بين الناس، الأمانة. وأول ما يرفع بين الناس في المعاملات الأمانة، وأول ما يرفع من الناس في العبادات الخشوع، تلاقي صلاة من غير خشوع، تلاقي معاملات من غير أمانة. فالأمانة واقفة على يمين الصراط، الأمين على الكلمة على المبدأ على المشورة على أي شيء، الأمانة تيجي واخدة بإيده تعديه دخله الجنة. الناحية التانية مين واقف؟ الصراط، الصراط يعني الواقف على الصراط، الصلة، صلة الرحم، صلة الرحم واقفة، اللي واصل للرحم وهتاخد بإيده تعديه الناحية التانية. ولذلك لما ربنا خلق الخلق قال أنا الرحمن شققت للرحم اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. سيدنا النبي يقول وعلى جنبتي الصراط الأمانة والرحم، فاللي واصل لرحمه الرحم تاخد بإيده لحد ما تعديه للجنة، إلا إذا لم تكن رحما وحاولت معاها ولم أجد منها إلا الشر، عندها اعتزل ما يؤذيك وبدون خصام. طبعا من غير خصام، ما أنا خايف لاعتزل ما يؤذيني ما لقيش إلا التلاجة. لاقيش حد خالص. مدام أمل. أيوة حضرتك. اتفضلي، أهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مدام لم؟ الحمد لله بخير. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضلي. ازي شيخ رمضان؟ الله يسلم سعادتك. ازي حضرتك؟ وش ده لنا؟ ربنا يكبر خاطرك. الله يكبر خاطرك. ربنا يبارك لك يا شيخ رمضان. آمين يا رب يا سيدي. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك. آمين يا رب. الرضا يا شيخ رمضان، الرضا عليا والإخواتي والبنات، الله يرضى عليك والزوج، ربنا يشفيه ويعافيه. حاضر يا سيدي. يا رب. ربنا يبارك. انا هسال حضرتك بس
انا كنت نزلت نزل بس انا نسيت السبب بتاعتي. نسيتي ايه؟ نسيت ان انا يعني كنت هنزل حاجه بس بمعنى اصح انا ما قدرتش اوفيها يعني. يعني انت فاكراها بس ما قدرتيش تعمليها؟ بقالك قد ايه؟ عايز اعرف بس انا فتره جامده يعني. كنت عايز اعرف لو لها كفاره او ممكن اعمل حاجه بدلها يعني. طيب انت مش قادره توفي بالنادر خالص؟ في الوقت الحالي يعني، بس ممكن لو ربنا يعني الحمد لله. لا هو النذر ايه؟ ذبح ولا ايه بالظبط؟ لا هو مش ذبح، هو حاجه يعني. يعني قدرتي تطلعي مبلغ من المال مثلا؟ حاجه زي كده يعني. يعني ايه حاجه زي كده؟ يعني ايه حاجه زي كده؟ ما احنا عايزين نفهم يعني يا ستي عشان نعرف. عشان ما تبقيش كمان بقى نذرتي حاجه فيها حرمانيه. لا هي مش حاجه فيها حرمانيه، انا كان مثلا ليا اخ مريض وقلت يا رب لو ربنا شفاه انا هعمل زي حاجه زي اكل كده وهخرجه. تمام. وانتي ما عندكيش القدره ان انتي تطلعي الاكل ده؟ في الوقت الحالي. حددتي انتي هتطلعي قد ايه يعني وكده ولا قلتي لا محددتش؟ يعني قلتي هعمل. طيب هتطلعي بالتجزئه يا فندم، يعني انت لو نذره مثلا، طبعا انت محيرانه طبعا من السؤال، لو نذره انك هتاكلي 50 واحد. هي ما حددتش، يعني لو قالت لو ربنا شفاها هطلع اكل لله، اعتقد انها ممكن تقدر تطلع وجبه مثلا. هي لو تحدد السؤال عشان نعرف نجاوب عليها. هي ما زالت معاكم يا فندم؟ هي معانا؟ موجودة معانا ولا قفلت؟ قفلت. طيب خلينا نتكلم كلام عام، لأنه لابد يا جماعة في السؤال أن يكون منضبطا محددا حتى يستطيع الإنسان أن يجيب، لأن الفتوى ليست سهلة، الفتوى تفصيلة صغيرة بتفرق. طبعا يا فندم، طبعا جامد جدا جدا، فالكلام ما يبقاش غامض، السؤال فيه غموض، إيه هو ما هو النذر؟ ولو كان أكل ما ممكن نأكل بالتجزئة، يعني هأكل فقراء، أكلي كل اسبوع 5، كل اسبوع 2، كل اسبوع 3. طيب الاصل انه المؤمن لابد ان يكون وفيا بنذره. قال الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالصح ان المؤمن طالما نذر يبقى يوفي بنذره، طالما ان النذر في حدود طاعة الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر ان يطع الله فليطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه. طيب كمان نقطة مهمة جدا، خلي بالكم فيه نذر حرام وفيه نذر مكروه. عشان كده سألتها وهي مش عايزة تقول. النذر الحرام النذر الذي يزيد الخصومات، فبقول لواحد والله لو شتمتني شتيمة لاشتمك 10، ولو رفعت ايدك بحاجة هردها لك 10، بس هو لله علي بذلك. كده نذر؟ طب ما هو بيقول كده لله علي ان شتمتني مرة انا اشتمك 10. فده هيزيد الخصومات، هذا حرام. طب اعمل ايه؟ توب الى الله عز وجل وكفر. وفي نذر مكروه اللي هو بيتشرط على ربنا، النذر المقيد. لو عملت لي هعمل النذر المقيد بفعل الخالق، يا رب ان شفيت مريضي فلان لا هدبحلنا لك خروف، طب ان ما شفهوش مش هدبح. فدي فيها نوع من انا اسف انا قلة الادب مع الله، طب نتشرط على ربنا، هذا لا يجوز اصلا وهذا مكروه. طب ان شفى الله المريض واجب ان انا اوفي بالنذر واتوب الى الله عز وجل من هذا، لانه حتى كمان فيه شرخ في الاخلاص. انا بتشرط على ربنا، ده اسمه نذر مكروه لانه مقيد بفعل الخالق. طب النذر المباح العادي هو بيضيق عليا، يعني انا لله علي اصوم يوم الاثنين اللي جاي، طب هفترض ان يوم الاثنين اللي جاي صبحت تعبان شويه او صبحت لقيت عندي ضيوف مهمه جدا جدا، طب ما انت في سعه لا تضيق علي. ليه؟ ولذلك نهى النبي عن النذر، قال انه لا يرد قضاء ولا قدرا وانما يستخرج به من البخيل. على كل قدرت توفي بنذرك ولو بالتقسيط والتجزئه وفي. طيب لو نذرت ونسيت تماما ان نذرت ايه، او نذرت وعجزت تماما عن ان انا اوفي بنذري، مثلا لله علي ان انا اصوم يوم وافطر يوم طول عمري، يا عم بتضايق على نفسك. طب افرض ما قدرتش، افرض الله ينور. كان في اي ظروف اعمل ايه؟ عند الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين، اتوب الى الله عز وجل واندم على هذه الكلمة واكفر كفارة يمين، وكده بفضل الله اتحلت. كفارة اليمين اللي هي ايه بقى؟ اطعام 10 مساكين او صيام 3 ايام، معايا فلوس هطعم 10 مساكين، اجيب 10 وجبات واعطيهم ل10 فقراء. او اقدرهم مال تمام واعطيهم لجمعية ممن تطعم الفقراء. تمام. بس هي لو هي مش محددة هي كان المفروض تطلع كام وجبة او تطلع اكل قد ايه، تقدر تطلع اي شيء بسيط؟ مظبوط. كده يبقى خلاص. لو تكون محددة فاقل طعامي يسد ان شاء الله. ليه الحاجتين دول بس اللي هيكونوا معانا على الصراط، الأمانة وصلة الرحم؟ لأنه بصي حضرتك الأمانة تعتبر هي ملخص كل العلاقات. ملخص العلاقات. الإنسان غير الأمين نفر منه فرارنا من الأسد. فخلاصة لو استطعنا أن احنا نلخص
الأخلاق كلها في كلمة هنقول الأمانة فيما يخص كل الناس والغرباء طبعا هي أساس كل التعاملات بالضبط. طيب والرحم هي أساس كل التعاملات مع الأقارب وما سميت رحم إلا من الرحمة وما سميت رحم إلا من الاحتواء. فإذا كنت وحش مع قرايبي فوحشت مع غيري أولى، يعني إذا ما كان ماليش خير في قرايبي فماني حضرتك. فهو الاثنين دول عشان مهمين قوي، مهمين في المعاملات مع البعيد ومع القريب. فما أجمل أن تكون الرحم رحما، هي دي النقطة. ما أجمل إنها تبقى لها من اسمها نصيب، لكن تبقى رحم وهي أعدى الأعداء، دي الأزمة طبعا، ده بتبقى كارثة كبيرة جدا. طيب بنعدي على الصراط، إيه الأعمال اللي تنجينا بقى؟ زي ما لسه قايلين، الأمانة، الرحم، التفريج كروبات وقضاء مصالح الناس، يعني الحاجات دي تشفع لنا طبعاً. في شفاعة على الصراط طبعا، وتاخد بإيد حضرتك لما تدخلك الجنة. الأمانة تتجسم، أنت أمينة، الأمانة تتجسم، تاخد بإيد حضرتك لما تدخلك الجنة. الصلاة الرحم تاخد بإيد حضرتك لما تدخلك الجنة. لما تمنعي أذاك عن الناس، لو أنا مش قادر أعمل، يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال له إيمان بالله ورسوله. طيب يا رسول الله مع الإيمان عمل أعمل إيه؟ قال له يرضخ مما رزقه الله، تتصدق، الصدقة هتاخد بإيدي تدخلني الجنة. فقير، قال يأمر بمعروف وينهى عن منكر، قال له عيي ما بيعرفش يتكلم، قال يصنع الأخرق، قال له هو أخرق، قال يعين مغلوبا، قال له هو مغلوب، قال له ما وفوش خير خالص، طب نعمل ايه؟ قال له يمسك الاذى عن الناس، لم شرك عن الناس، قال له بس يدخل الجنة. قال له ما من عبد يفعل خصلة من هذه الخصال إلا أخذت أخذت أخذت، يعني الخصلة نفسها هي اللي هتاخد بإيدينا لما تدخلوا فين؟ الجنة. طيب ناخد أم علي. أم علي تفضلي. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي، أهلا بيك. زي حضرتك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. حضرتك أنا عايزة أسأل سؤال. تفضلي. أنا متجوزة دي لي 8 سنين. هستأذنك وطي صوت وطي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون. تمام. انا دي لي 8 سنين متجوزه. وطي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون. تمام. حضرتك دي لي 8 سنين متجوزه. جوزي انا سبت البيت دي سنتين واتجه في اتجاه الشرب والكلام ده. ده السبب اللي خلاكي سبتي البيت؟ تمام. واديت فرص كتير وفضلت برضو فتره كبيره معاه هو يصلح حاله، بس هو برضو اللي فيه فيه. وانا خدت الولاد معايا طفلين. فحاولت ان انا يصلح حاله بس هو ما فيش فايده. حد برضو اتمسك برضو بسبب الشرب والكلام ده. وما بيسألش على الاولاد ولا مصاريف ولا الكلام دوت. فانا تعبت الصراحة. فجم تاني بيحاولوا الرجوع. انا مش عارفة ارجع تاني ولا اعمل ايه. انا صبرت كتير معي على الحلوة والمرة وصلت معي للاخر. وديته فرص كتير قوي. فانا عايزة انت عشت معاه قد ايه يا فندم؟ 8 سنين. قعدت 8 سنين. وانت دلوقتي زعلانة وبيت ابوكي بقيلك سنتين؟ قدي لي سنتين. هو جالك واعتذر؟ لا. وعمل عايز ترجعي بناء على ايه؟ انا بتقولك هو مستمر في اللي هو فيه وكمان اتمسك بسبب الشرب. وانت عرفت ازاي انه بيشرب؟ يعني حاجات كان بيعملها في البيت وكده وابتديت الناس تتكلم فابتديت بقى اتابعه. هو اكتشفت فعلا ان هو بيشرب. هو بيشرب ايه؟ مخدرات ولا خمور ولا ايه؟ بودره. يا ساتر يا رب. وتعالج ورجعت وكذا مره يعني اديته فرص كتير قوي. فالمره دي انا قعدت السنتين دول بقى عند بيت اهلي. ففي ضمن السنتين دول اتمسك وقعد 3 شهور بس طلع براءه. وطبعا كل اللي بيجي بقى هو بيقولوا ان هو اتصلح حاله والكلام دوت. فانا مش عارفه ولادي محتاجينه ورغم ما بيسالش عليه. طيب تابعينا يا ام علي، تعمل ايه؟ اذا ثبت انه تغير فعلا تعطيه فرصه، ولعل رجوعها هي والأولاد يبقى سبب فيه ثباته على التغيير ويستمر إنسان كويس. يعني تديله فرصة أخيرة وترجع بشروط. إذا ثبت أنه تغير. إذا لم يثبت أنه تغير ومستمر على ما هو فيه، يبقى تديله فرصة أنه يتغير. وللو أثبت لي أنك تغيرت فعلا وأنك أقلعت عن الإدمان وأنك بقيت إنسان صالح، عندها تعود إليه هي والأولاد. تمام. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو انا عايز ايه؟ ده جمع لي خيري الدنيا والاخره. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الاخره. خلاص. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق
حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.